إذن ما زالت تغطيتنا متواصلة مع حضراتكم على شاشة التلفزيون المصري. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور عمرو، بداية، خطاب في غاية الأهمية، توجيهات السيد الرئيس للحكومة، نتحدث عن توجيهات تمس المواطن المصري بشكل مباشر. كيف قرأت أهم ما جاء في هذا الخطاب وتوجيهات الخاصة برفع الحد الأدنى للدخل للأسرة المصرية وللمواطن، وأيضا زيادة غلاء العلاوة الخاصة بغلاء المعيشة لتصبح حوالي 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، يعني 8 قرارات مهمة وفي توقيت هام، كيف تقرأ هذه القرارات؟ خطاب مهم مش من ناحية الزيادات المالية فقط للمواطنين، ولكن الخطاب فيه مصارحة بالوضع الاقتصادي الصعب موجود محليا وعالميا، وكيف مصر بتتعاطى مع هذه الأزمة. وبالتأكيد كل الأزمات بها خسائر، ولكن قدرة الدولة على أن تكون هذه الخسائر أقل ما يمكن. الرئيس شرح بمفاهيم بسيطة للمواطن البسيط وبعيدا عن التعقيدات الاقتصادية، هي واحدة من الأزمات الخاصة في العالم اللي بتواجه كل دول العالم، وهي أزمة ارتفاع أسعار البترول، وإزاي ده ببساطة أثر على عجز أكبر في الموازنة، حاجة إلى الاقتراض أكبر، وإن الدولة بترجح دائما كافة تواجد السلع وبشكل خاص السلع الاستراتيجية على أي كفة أخرى، وبالتالي إن يكون موجود عندنا المنتج حتى لو بعض المنتجات غالية وأسعارها غالية بعض الشيء، إلا إن الدولة كمان من خلال القرارات الجديدة والحزم الجديدة بتحاول تتعامل مع ده. يمكن في النشرة اللي فاتت أو النشرة اللي جاية، أهالينا في كل محافظات مصر هيسمعوا ازاي في الإدراء في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة للمعاناة من التضخم والمطالبة بارتفاع الأسعار، بالتالي التضخم ده أزمة عالمية. ولذلك السيد الرئيس في كلمته النهارده لأهالينا في بني سويف بيتكلم ازاي على إن صلابة الشعب المصري وقدرته على الصبر والاحتمال في الظروف الصعبة هي مقدرة شخصيا. أهمية هذه الرسالة تحديدا دكتور عمرو، لأن السيد الرئيس يعني افتتح خطابه بهذه الجملة تحديدا، قال: أقدر تماما حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية الآن. فكرة المصارحة والمكاشفة وهذا الخطاب إلى أي مدى ينعكس على الشارع المصري ويتقبله المواطن المصري؟ يمكن احنا في السنوات الأخيرة المواطن المصري بيتم التعامل معاه سياسيا بشكل مختلف. أولى هذه الأشكال هي فكرة المصارحة، فكرة إن لا ندفن رؤوسنا في الرمال. احنا لما بيبقى عندنا مشكلة بنقول، وبنقول المشكلة موجودة إزاي، وبنبحث عن حلول ليها، بنحاول نعمل حلول تخفف من الأزمة. محدش يقدر يقول ان الارقام اللي موجوده دي تنهي الازمه تماما او تخفف معاناه الجميع، ولكن القرارات الاقتصاديه الموجوده دلوقتي واللي هتبقى موجوده خلال الايام القادمه واللي حصلت كمان، هذه ليست الزياده الاولى سواء للعاملين في الجهاز الاداري للدوله او في الاعفاءات الضريبيه، تقول ان لدينا حكومه رغم معاناتها من الاسعار زي ما بتعاني اي اسره مصريه، لان زي ما اسعار الغاز والبترول والقمح زادت في العالم كله زادت على الحكومه المصريه قبل ما تزيد على الاسره المصريه، ازاي الحكومه بتحاول تتعامل مع ده، ولذلك الدوله بتتحمل جزء انما كمان المواطن يتحمل جزء، وبنشوف ازاي الدوله المصريه، وده الاهم بقى في هذه الرساله، واحنا بنفتح مشروع من مشروعات حياه كريمه، ان رغم ذلك لم تتوقف المشروعات التنمويه المقدمه الى اهالي مصر الاكثر احتياجا. ربما ينادي البعض من الاسر المتوسطه او مرتفعه الدخل،
بضرورة توقف المشروعات التنموية، وإن ليس هذا هو الوقت المناسب للإنفاق العام أو للمشروعات القومية، إنما في الحقيقة هذه المشروعات هي موجهة للفئات الأكثر احتياجا، للصعيد الأكثر تهميشا على مدار عقود. يعني إذا توقفنا عند هذه النقطة تحديدا دكتور عام، لأنها نقطة يعني لها دلالة مهمة للغاية، فكرة أنه بالرغم من هذه الأزمة المركبة، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا كما ذكر الرئيس ما حدث في عامين متتاليين بسبب تداعيات وباء كورونا، بالرغم من ذلك قطار التنمية مستمر، المشروعات يعني متواجدة على الأرض، هناك افتتاحات جديدة، هناك إطلاق لمشروعات قومية توفر يعني آلاف فرص العمل. هذه المعادلة الصعبة، أنه بالرغم من الظرف الاقتصادي الدقيق الذي يمر به العالم أجمع، إلا أن الطموح الاقتصادي والخطة التنموية الاقتصادية ما زالت مستمرة. هي معادلة صعبة جدا ومركبة، وإحنا دايما بنقول في الاقتصاد دايما بيبقى عندنا علاقة عكسية في الأهداف الكلية. ببساطة للمواطن نيجي نحارب التضخم فده يؤدي الى مزيد من البطاله والفقر، نيجي نعمل مشروعات فده مزيد من الانفاق، ده بيخرج البلد من حاله الكساد وبيخلق فرص عمل.